تربية الهارثة صدروا أمر بنقل مدرسة الأقمار الدولية إلى مكان نائي طبعا بعيد عن المناطق بصورة عامة عن يبعد مسافة عن الشارع العام من كيلوين إلى 3 كيلوات. الطريق غير سليم وغير آمن خاصة بالمطر، وكذلك يحاط بالمدرسة مخلفات الحرب ومتفجرات ورؤوس الصواريخ. زين، هذه المدرسة هي متوسطة. أسألك بالله أستاذ، يعني أنا الطالب أبو المتوسطة اللي عمره 13-14 سنة أحسن لو أودي أبو الست سنوات اللي ما يفتهم شيء، يعني إذا تقول له هاي متفجرات هنا ما يخاف من عندها هو يروح؟ لا أرادي لعند الطفولة والفضول هو اللي يخليه يروح يدور على هاي المتفجرات اللي حذرت منها. اليوم وقفتكم هنا شنو مطالب؟ وقفتنا هنا بين إحنا نطلب من الأخوة في تربية الهارثة بعدم نقل مدرستنا لذاك المكان. مطالبنا مو صعبة ترى، أبغى المدرسة نفسيتي مال حي انتصار اللي هي موجودة الأقمار الدولية، وهاي المدرسة تعب عليها الأستاذ، أستاذ كاظم طبعا رجال ما قصر ووقف ويانا وكلش تعب بيه والله. إذا حولت ذيك المدرسة البعيدة الصراحة احنا كلنا راح نسحب أطفالنا، يعني راح يصير هواي رباك بالعمل. زين، لا مبلاط، إدارياته مو صحيحة، وبعيد عن الشارع 3 كيلو يعني تقريبا تمشي. المدارس الدولية نعلم بأنها مدعومة من قبل المحافظ مباشرة ولها أدواتها وإمكانياتها الخاصة، يعني ليست كالمدارس العادية. فالأخوة جزاهم الله خير خلال هذه السنتين بذلوا جهدا كبيرا في سبيل تهيئة المواد الخاصة لدروس الدولية، فمن غير المعقول أنه يأتي شخص لأسباب سياسية مثلا أو حزبية ويريد نقل هذه المدرسة أو المدارس الأخرى. المدير إحنا نعرف يعني تعبان على المدرسة، فشخص يجي بليلة وضحاها يريد يخربط هذه المدارس على الجاهز لمثلا يرضي طرف مقابل أو يرضي شخصية سياسية، فهذا يعني ما معقول. يعني أنا أضحي على حساب شخص آخر في سبيل الآخرين. أنا بس عندي ملاحظة واحدة بالنسبة للمدارس الدولية، ارتباطها بالمحافظة كلام المحافظة، أستاذ ماهر وكيل المحافظة دائما يطلع ويحكي بهذا الموضوع. فهسه النقل صار مال المدرسة، هسه من يريد نقلونها؟ الأمر جاء من قسم التخطيط تربية الهارثة. زين، أريد بس أعرف دور المحافظة هنا شنو؟ تعرفون أنه قبل الأسبوع الماضي السيد رئيس مجلس محافظة البصرة بالتنسيق مع محافظ البصرة السيد محافظ دعا إلى جلسة خصوص الواقع التربوي في قضاء الهارثة، من ضمنها كانت ما يتعلق في المدرسة اللي حصل بها الحادث سابقا، وكذلك أنه تطرق إلى موضوع المدرسة الدولية، مدرسة الأقمار ذات المعايير الدولية. فحقيقة من ضمن المقررات اللي أنه صار التنسيق بعد كان بناء على مقترح من قبلنا، أنه إذا تم إقرار نقل مدرسة الأقمار ذات المعايير الدولية إلى المكان المحدد حديثا لها بعيدا عن حي انتصار في منطقة السيد الشهداء تحديدا، يتم فتح النقل والتدوير بين مدرسة الهارثة ذات المعايير الدولية ومدرسة الأقمار، حتى أنه يتسنى لذوي أولياء الأمور أنه ينقلون طلبتهم من هنا وهنالك إلى المدارس اعتمادا على الواقع الجغرافي. القرار هي بصراحة هو كان السيد رئيس مجلس المحافظة هو الراعي للاجتماع، فالمقررات المفروض تصدر من مجلس المحافظة، كان اتصال إلى مع السيد المحافظ، فهذه يعني أنه القرار اللي المفروض أنه اتخذ في وقتها أنه فقط فتح التدوير، أما أنه مقررات قسم تربية الهارثة نافذة بنقل هذه المدرسة إلى البناية الجديدة.